بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 49 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. على بركة الله نبدأ برسالة السائل عبد الرحمن من الأردن، يقول: فضيلة الشيخ، كيف يعلم العبد عن محبة الله له، وما هي علامات حب الله تعالى لعبده، وما معنى الحب والبغض في الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن محبة العبد لله عز وجل هي أعلى درجات العبادة. المحبة التي يحصل معها رغبة فيما عند الله ورهبة من عقاب الله سبحانه وتعالى، لا تكفي المحبة وحدها، لأن هذا دين الصوفية الضلال، وإنما المحبة التي معها ذل وخوف من الله ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، وهذه أعلى درجات العبادة. وأما محبة الله للعبد فهي ثابتة، وهي من صفات الله سبحانه وتعالى أنه يحب عباده المؤمنين، يحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب المتقين، ويحب المحسنين. الله جل وعلا يحب عباده إذا اتصفوا بهذه الصفات، اتصفوا بالتقوى، واتصفوا بالإحسان، واتصفوا بالتوبة إلى الله عز وجل، تطهر من الذنوب، تطهر من المحرمات، في المكاسب والمآكل والمشارب وسائر الأفعال. هذه علامة محبة الله لعباده، علامة محبة الله للعبد أن يوفقه لفعل الخيرات والرغبة فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم لما يرويه عن ربه عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قلبي في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. فعلامة محبة الله للعبد أن يوفقه للطاعات، تجنب المحرمات، والمحافظة على الفرائض، والإكثار من النوافل. فمن وفقه الله لهذه الأمور فإن هذه علامة على محبة الله جل وعلا له. وجاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول للملك في الليل: أيقظ فلانا، يعني للتهجد، فإني أحبه، وأنم فلانا فإني أبغضه، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ومن علامة محبة الله للعبد قبوله عند المؤمنين والمسلمين، يعني يزرع الله له المحبة. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وفي الحديث أن الله إذا أحب عبدا نادى أمر الملك أن ينادي في الملأ الأعلى: إني أحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. وأما الحب في الله والبغض
في الله، هذا أوثق عرى الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يجد عبدا طعم الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: من أحب في الله ووالى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون كذلك. قد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. ثم أيضا من علامات محبة الله للعبد الجهاد في سبيل الله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نعم. أحسن الله إليكم. السائل بدر الدين من سوريا يقول: فضيلة الشيخ، لدي أخت تكبرني بعام وأربعة أشهر تقريبا، وهي لا ترتدي الحجاب، فما مدى مسؤوليتي عنها يوم القيامة، علما بأنني نصحتها كثيرا وكذلك والدي قام بنصحها فلم تستجب، وأنا خائف أن نعذب بسببها يوم القيامة، فما الذي علينا أن نفعله تجاه هذه الأخت؟ الواجب عليكم إلزام هذه المرأة بالحجاب، لأن لكم الولاية عليها. قال الله سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فلكم الولاية عليها، يجب عليكم إلزامها بالحجاب، وإذا أبت فلكم فإنه يجب عليكم أن تعزروها وتؤدبوها ولو بالضرب حتى تقبل هذا الحكم الشرعي، تمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل من سوريا: ما حكم من يضحك كثيرا ويقول بأن هذا ليس بإرادته، فلا يستطيع أن يضبط النفس في الضحك، فما التوجيه في ذلك مأجورين؟ الضحك له حدود، الضحك له حدود، ما يكثر الإنسان من الضحك ويكثر من المزح، بل إنما يضحك إذا استدعى الأمر ذلك ويكون من غير مبالغة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أبلغ ضحكه التبسم، كان صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء تبسم عليه الصلاة والسلام، وفي الأحاديث أنه تبسم حتى بدت رباعيته صلى الله عليه وسلم، فهذا منتهى الأدب الشرعي أن الإنسان يتبسم. الله ذكر عن سليمان عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام النملة قال: فتبسم ضاحكا من قولها. فالضحك له حدود، ولا يكثر الإنسان منه، ولا يبالغ في الضحك، لأن هذا يذهب الحياء ويسقط هيبة الإنسان. كل شيء له حدود. نعم. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة السائل من سوريا يقول: أسأل عن مسح الوجه باليدين وبسط اليد عند الدعاء، مأجورين؟ نعم، لا بأس بمسح الوجه باليدين بعد الدعاء، لأنه ورد في ذلك أحاديث وإن كانت ضعيفة، إلا أنها يشد بعضها بعضا كما ذكر بعض أهل العلم، تدل على أنه لا بأس بمسح الوجه باليدين، ولكن تركه أحسن، ترك مسح الوجه باليدين أحسن نظرا لضعف الأحاديث الواردة في ذلك، لكن من فعله لا ينكر عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة السائل محمد ياسين، يقول: ما هو حد شارب الخمر من الأحاديث النبوية ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حد شارب الخمر الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم نحو من أربعين جلدة، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان في خلافة عمر رضي الله عنه وكثر في الناس شرب الخمر وأصبحت الأربعين لا تردعهم، استشار الصحابة رضي الله عنهم فأشاروا عليه أن يجعلها 80 جلدة،
أمر بها عمر رضي الله عنه بعد مشورة الصحابة وإجماعهم على ذلك، وفعل عمر من سنة الخلفاء الراشدين الذي عليه جمهور أهل العلم أن حد الخمر 80 جلدة، قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وبعض العلماء يقول إن الحد الواجب 40 جلدة، وأما الزيادة عليها فهي من باب التعزير، إذا رأى ولي الأمر الزيادة على 40 من باب التعزير فله أن يفعل ذلك كما فعل عمر. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل فضيلة الشيخ في سؤاله الثاني ويقول: في الآية الكريمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، الآية من سورة آل عمران، ما المقصود بالآية؟ هل هم الصحابة رضوان الله عليهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أم الأمة الإسلامية؟ المقصود الأمة الإسلامية، وفي مقدمتها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، لكن الآية عامة لهذه الأمة المحمدية إلى أن تقوم الساعة، أنها خير الأمم وأنها امتازت على الأمم لأنها تريد الخير للناس وتريد النصيحة للناس، ولذلك تحرص على دعوة الناس إلى الخير ودخولهم في الإسلام وإخراجهم من الظلمات إلى النور. والله جل وعلا ذكر السبب في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هاتين الصفتين أو الصفات الثلاث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله عز وجل. بهذه الأسباب صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا فيه نشر الخير وإخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن المعاصي إلى الطاعات، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه إصلاح الأمة وإصلاح البشرية، وفيه خيرها ونفعها وكفها عما يضرها. هذه الأمة امتازت لأنها تنشر الخير، تدعو إلى الله عز وجل كما قال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السائل محمد يقول: في الآية الكريمة: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، في كتب المفسرين بأن هذا الجريان هو حركة الشمس من الشرق إلى الغرب، وفي العلم الحديث بأن الشمس لا تجري من الشرق إلى الغرب، وإنما حركتها الظاهرية هذه غير حقيقية، إنما ناتجة عن حركة الأرض الكروية حول نفسها. ثم فيما بعد أثبت العلم للشمس حركة، وهي حركتها حول المركز، حول الجاذبية. وجهونا حفظكم الله بأي حركة للشمس نأخذ عن تفسير هذه الآية؟ أولا، البحث في هذا الأمر ليس من ورائه طائل ولا فائدة، ولكن الواجب تصديق ما جاء به القرآن أن الشمس تجري، والشمس تجري لمستقر لها، فنحن نؤمن بهذا، وأن الشمس تجري كما أخبر الله الذي خلقها سبحانه وتعالى ودبرها، تجري لمستقر لها، وهو المكان الذي تسجد فيه لله تحت العرش. وفي قراءة ابن عباس: تجري لا مستقر لها. الشمس تجري بلا شك، تجري حول الأرض، الأرض ثابتة، والشمس وسائر الكواكب كلها تجري حول الأرض. هذا هو ما دل عليه القرآن الكريم أخبر الله جل وعلا به، فالواجب الإيمان به وتصديقه وعدم الالتفات إلى النظريات البشرية التي تخطئ وتصيب، ولا سيما إذا تعارضت مع القرآن، فإن الواجب الإيمان بالقرآن ورفض هذه النظريات. نعم. من الأردن الزرقاء هذا السائل يقول: إلى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، في البداية أود التوجه إلى الله تعالى بأن يحفظكم ويحفظ علماء المسلمين. وسؤالي يا فضيلة الشيخ: كثر في قريتنا زواج البدل، أي أن يعطي الرجل أخته لرجل كزوجة ويتزوج هو أخت ذلك الرجل مثلا، علما بأنه يقومون بتسمية الصداق المقدم والمؤخر في العقد، فهل هذا العمل جائز يا شيخ؟ نكاح البدل إذا كان ليس فيه صداق و
وليس فيه أخذ رغبة النساء ورضا المرأة، فهذا شغار، هذا شغار مجمع على بطلانه إذا كان ليس فيه صدق. بل امرأة بدل امرأة فهذا نكاح باطل، هذا هو الشغار الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان هناك صداق، صداق المثل، وفيه تراضي من النساء، رغبة من النساء، وليس فيه إجبار، فهذا قد اختلف العلماء فيه. الجمهور على أنه ليس بشغار، وأنه جائز نظرا لزوال الضرر وحصول الشرط وهو وجود الصداق الكافي لكل من المرأتين، وأنه لا ضرر عليهما ما دامتا قد رضيتا بهذا فالحق لهما. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه أيضا من الشغار ولو كان فيه صداق، أن هذا يعد من الشغار فيكون نكاحا باطلا. وحجة الأولين أن ابن عمر راوي الحديث فسر الشغار لأنه نكاح المرأة بدل المرأة وليس بينهما شغار. وأهل القول الثاني يقولون هذا تفسير من الراوي وليس هو مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبقى عموم النهي عن الشغار على إطلاقه، وهذا التفسير إنما هو من الراوي اجتهاد منه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل من الأردن: كثيرا ما أكون مشوش في التفكير وأفقد التركيز عندما أفكر في المستقبل، ويراودني هذا كثيرا وتأتيني حالة من الضيق، ماذا أفعل تجاه ذلك؟ أحسن الله إليكم. عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تنتهي، تقطع التفكير الذي يشوش عليك ويحدث عندك الوساوس، عليك أن تقطع هذا وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تحسن الظن بالله عز وجل، أن تحسن الظن بربك، وأن تعمل الأسباب التي تجلب رضا الله عز وجل من فعل الطاعات، ترك المحرمات، وأنت على خير إن شاء الله. لكن لا تفتح على نفسك باب الوساوس، كثرة التفكير الذي يدخل منه الشيطان عليك ويشوش عليك وقد يقنطك من رحمة الله عز وجل. نعم. لديه أطفال يقول صغار وأود أن أربيهم التربية الإسلامية الحسنة، فبماذا أبدأ مأجورين؟ تبدأ بتحفيظهم القرآن لتغرس في نفوسهم حب القرآن وينشأوا على القرآن، وتلقنهم ما تيسر من الأحاديث الصحيحة، حديث الآداب الصحيحة. وأيضا إذا بلغوا 7 سنين تنفذ فيهم وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، أضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فعليك بهذا الأدب النبوي الشريف، أن تنشئهم على طاعة الله وعلى عبادة الله، وأن تحذرهم من المخالفات والآداب السيئة، وأن تحفظهم من جلساء السوء، فلا تتركهم يذهبون إلى التجمعات المشبوهة، بل تراقبهم وأن تحسن تعليمهم، هذا هو الواجب عليك نحوهم. وهذه أسباب الصلاح، إذا بذلتها فإنها حرية بأن تغرس فيهم الصلاح والاستقامة وينشأوا على الخير. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل ميم 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 يقول: أرجو الرد على سؤال مأجورين بأنني جمعت زوجتي قبل أذان الفجر في رمضان، ولكن لم أتطهر إلا بعد الفجر بأكثر من ساعتين، فأرجو إفادتي، هل علي كفارة؟ ليس عليك كفارة ما دام الجماع وقبل الفجر، وإنما تأخر الاغتسال، يجوز أن تصوم وأنت غير مغتسل وعليك جنابة، لأنه لا يشترط للصيام الطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب فيصوم عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل. وهذا يؤخذ من إشارة قوله تعالى: لا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حيث أباح الأكل والشرب والجماع إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ويلزم من هذا أن الإنسان
الإنسان يصبح جنبا لأنه أبيح له الجماع إلى آخر لحظة من الليل، يلزم من هذا أنه يصبح جنبا. وهذا هو الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن يبقى عليك، لماذا تؤخر الاغتسال إلى ساعتين أو أكثر من ساعتين بعد الفجر؟ والواجب عليك المبادرة لصلاة الفجر، والساعتان أو أكثر يخرجان الفجر عن وقتها، ولا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها، ولا يجوز ترك صلاة الجماعة في المسجد. عليك إذا صمت على طلوع الفجر أن تغتسل وتبادر بالتطهر ثم تذهب إلى صلاة الجماعة وتؤديها في المسجد. هذا السائل من العراق البصرة يقول: فضيلة الشيخ، أيهما أفضل بالنسبة للحاج، الإفراد أو التمتع أو القران مع الأدلة بذلك مأجورين؟ الأفضل التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويتحلل ثم يبقى حلالا إلى أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة، ثم يحرم بالحج ويذبح فدية التمتع. هذا هو الأفضل، الجمع بين نسكين، كل نسك مستقل عن الآخر، ويذبح الفدية، لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به أصحابه، فإنهم لما طافوا وسعوا أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة، ثم لما كان في اليوم الثامن أحرموا بالحج، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت معكم ولما سقت الهدي، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وهو لا يتأسف صلى الله عليه وسلم إلا على ما هو أفضل، فمن لم يسق الهدي من الحل فإن الأفضل له أن يحرم متمتعا، وأما من ساق الهدي من الحل فإنه يلزمه إما القران وإما الإفراد، لأنه لا يتحلل إلا بعد أن ينحر هديه يوم النحر، قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا وبقي محرما إلى أن ذبح نحر هديه يوم النحر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل فضيلة الشيخ سوداني مقيم بالدوادمي يقول في هذا السؤال: هل يجوز لي أن أحج عن والدي مع العلم بأنه لم يستطيع، ولكن أنا والحمد لله أستطيع أن أحج من هنا أي من المملكة، مع العلم بأنني لم أقضي فرضي من هذا الركن العظيم؟ لا يجوز لك أن تحج عن غيرك إلا بعد أن تحج عن نفسك أولا، هذا من ناحية. الناحية الثانية: إذا كان والدك يستطيع السفر للحج فإنه يأتي، فإذا أردت أن تبره وأن تحسن إليه فإنك تأتي به وتنفق عليه ويؤدي الحج. أما إذا كان الوالد على قيد الحياة ولكنه لا يستطيع الحضور لمانع صحي يمنعه أو مانع بدني يمنعه من الحضور، وهذا المانع مستمر ولا يرجى زواله، كالشيخ الهرم الكبير والمريض المرض المزمن الذي لا يرجى شفاؤه، فلا مانع أن تحج عنه بعد أن تحج عن نفسك، ولكن تأخذ منه التوكيل تحج عنه وتكون قد بررت به وأحسنت إليه. وأما إن كان ميتا فإنه لا يشترط إلا أن تكون حججت عن نفسك أولا ثم تحج عن الميت. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم.